رينغارد هذا الباحث في مجال المسرح الأطفال يقول l'acteur joue pour apparaître et l'enfant joue pour être. إذن الطفل يلعب ليكون. Un enfant, quand il s'amuse, quand il chante, il apprend mine de rien beaucoup plus que dans un cadre très sérieux, très traditionnel, avec l'ardoise, avec le tableau et le cahier. اسمي منى علي فودة عمري 12 سنة مدرستي هي مدرسة المستقبل معهد المستقبل وأنا أصلي مصرية. Je m'appelle Loujain. أنا اسمي لوجين. عمري 7 سنوات. اسمي إيمان علي فودة عمري 8 سنوات في مدرسة مستقبل. لما أسسنا المعهد منذ سنة 1997 استشعرنا من البداية نقص البرامج التعليمية التي المقررة للمدارس بصفة عامة، خاصة البرامج المتخصصة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. لا يجب أن نحسس الأبناء على أن اللغة العربية يعني لغة قديمة جدا تعتمد على وسائل تقليدية قديمة جدا، فلذلك هذه الأنشطة الثقافية مثل الكورال والأناشيد من طبيعة الحال تساهم في تحبيب اللغة العربية للطفل، وذلك ما نريد يعني، وذلك ما نهدف إليه. Chorale à venir parce que les mots sont bien et les chansons sont bien faites, qu'elles soient en arabe ou en français. نستطيع أن نقرب لنا التلاميذ أكثر، فنوجد لهم كل أسبوع تقريبا احتفالا في إطار المدرسة، يستشعرون أنهم لا يأتون إلى مكان هم غرباء فيه، بل هو مواصلة واستمرار للعلاقة العائلية وللإطار الذي تربوا فيه ونشأوا فيه بصفة عامة. Bien sûr, le but, c'est un but pédagogique, éducatif. Enseigner, donc apprendre en chantant, ça s'inscrit dans toute une démarche ludique, interactive avec l'enfant et surtout forger la personnalité et l'identité de l'enfant dès son jeune âge. Parler avec son langage. Le lien, c'est l'enseignement des valeurs à travers justement une chorale qui va rentrer dans le cœur des enfants. Salam alaikum, Loujain, malaki. J'ai entendu parler que vous faisiez une fête, alors j'aimerais bien y participer, s'il te plaît, Saoussel. Et qu'est-ce que tu vas Non, plus j'aimerais bien être animatrice avec toi, Saoussel. Est-ce que tu crois que tu peux être animatrice? هل تستطيعين أن تكوني حقيقة منشطة معي في احتفال وفي مع أغاني كورال المستقبل؟ Yeah. لا أظنك يا نجين، أنت صغيرة والكورال كبيرة عليك والأغاني والتنشيط صعب عليك كثير. No. يا نجين. Non, Saoussel. Je suis petite de taille et grande en tête. Ah, j'espère bien, je voudrais bien voir ça. أنا أتمنى أن تكوني حقيقة أنت
صحيح ربما صغيرة البدن ولكنك كبيرة العقل والذكاء وخاصة السلوك والتصرف. ولكن أنا أتحدث يا مجيد، اسمعي جيدا. الكورال أجدها ضرورة حتمية فرضت نفسها، خاصة أن التلميذ لم يأتي في الأسبوع كالمدرسة العادية، وإنما يأتي في يوم راحة، فلا بد أن نجد أساليب تعليمية تبعث على الراحة ويتعلم بطريقة طريفة. بدرنا بتأسيس كورال المستقبل بطلب أولا من بعض المدرسين معنا لمدة سنة أو سنتين، ثم عندما وجدنا أستاذا متخصصا في الموسيقى خاصة، هذا شجعنا كثيرا على المرور إلى المرحلة الموالية وهي تأليف عدة أناشيد أغاني تغنى حتى نعتمدها في بضعة مجالات. بداية مع كورال المستقبل كانت بداية عفوية، يعني عفوية حيث اتصلت بالأستاذ الحبيب وعرضت عليه مشروع تلقين دروس الموسيقى للأطفال، وكان معهد المستقبل يفكر في تكوين كورال. إذن فاتفقنا على بعض الأصول وبعض المبادئ مع الأخت سوسن ومع مجموعة من المعلمات، فكانت فكرة إنشاء الكورال بمعهد المستقبل هنا بفرنسا. La chorale elle est née de d'une fibre artistique. C'est vrai que les filles elles sont toujours plus enthousiastes à chanter, à porter leur belle petite robe blanche, à prendre le micro, à être sur scène. C'est vrai qu'on a trouvé beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de souplesse hein, à former des petites filles, puisqu'au début, ce sont des filles comme toutes les autres filles. Ce sont nos élèves. Hein. J'ai entendu parler de la chorale pour préciser, puis j'ai dit que ça me plaisait. J'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient m'inscrire. Ils ont accepté avec un petit essai d'abord avant de payer pour voir si ça me plaisait vraiment ou pas. قلت لها لجين هذا شيء صعب، معناها صعب لأنه اخطاء الرياضة الجيد، ثم أحيانا تريدين الذهاب لرولور معناها في رجليك ومتعب ليك وإرهاقي، واللي حتى أصرت على أنها تشارك في الكورال. حاولت أني نلقي معها قصيدة أو اثنين في البيت معناها باش نشوفها تتفاعل مع القصائد باللغة العربية ولا لا، لقيتها منسجمة فلم معناها شجعتها ولات تمشي كل يوم أربعاء إلى المدرسة العربية إضافة إلى يوم السبت والأحد باش تحفظ الأناشيد. Il s'est passé que ça me plaisait et les gens qui s'occupaient pour qu'on apprenne des chansons disaient Mashallah alayha, Mashallah alayha sur moi parce que je chantais très bien et dès le premier jour je faisais avec les gestes. Par exemple, dans une chanson, une de mes préférées, Enfants, unissez-vous, la paix c'est notre atout, comme ça. Je rêve. L'idée nous est venue pour ramener ma fille, notre fille. D'ailleurs, j'ai deux filles, j'ai Salma et Dina qui sont à la chorale.
Donc c'est surtout, on est dans un pays français et l'école elle est en français et donc quand ils jouent avec leurs copines, ils parlent en français. Donc c'était surtout pour qu'ils apprennent notre langue arabe et ça nous a beaucoup ramené. Elle commence à bien articuler, bien parler en arabe, faire des phrases. Alhamdulillah, ça nous a beaucoup rapporté. لينا ما شاء الله من تلقاء نفسها كانت تميل إلى الإنشاد، تميل إلى الاستماع إلى الموسيقى، تميل إلى تكرار الأغاني. فأنا حاولت باش نوجهها إلى ما هو صالح لها، وجود هالكورال هذا نمت هذه الموهبة في لينا، فلم أعرضها ونسقت معها، بالعكس أنا شجعتها ودعمت هذه الموهبة. أول بداية الكورال مع منى وإيمان إن هما راحوا ينتظموا في المدرسة كدراسة عادية. منى جت من وقت للتاني مع بداية الدراسة بتقول لي في فريق يا ماما اسمه الكورال، بيقولوا أناشيد جميلة وأنا يعني بفكر إن أنا أشترك فيه. فقلت لها هنشوف الأساسيات إيه والمطلوب إيه وإن شاء الله نسجلكم. قبل ما نسأل كانوا هم عملوا مسابقة وقالوا للطلبة كلها اللي موجودة حتى اللي مش مشتركة إن هم يدخلوا في المسابقة دي، وسابوا لهم الحرية ما أيدهمش بحاجة، اللي عاوز يرسم، اللي عايز يقول شعر، اللي عايز أي حاجة. فجات منى وكتبت قصيدة صغيرة كده عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما قدمته شجعوني، قالوا لي، بس أنا ما كنتش أعرف حد في الكورال، ما كانش عندي زميلات، فلما شجعوني فكمني كنت أحبها فدخلتها. مجرد المدرسة ما قرتها قالت لها أنت إزاي مش مشتركة معنا في الكورال يا منى، فقالوا لها لازم تشتركي، وكنا احنا فعلا عاوزين. فباباها سألوه كده وقال لهم سجلوها، سألوا إيمان برضو، إيمان ما كانتش قوي لكن منى شجعتها شوية. بالنسبة بقى للبنات يعني والتحقهم بالكورال، جت من رغبتي أنا في إنهم يتعلموا اللغة العربية. طبعا هم هنا بيتعلموا اللغة الفرنسية يعني، بحكم إنهم في المدارس وكده، فحبيت إنهم يتعلموا اللغة العربية ويتغنوا بها برضو مع اللغة الفرنسية. الشعر اللي أنا قدمته هو نور رسول الهدى، أحمد محمد نور الهدى، عليك السلام وعليك الرضا، جعلت الإسلام لنا دينا نورا وضياء للعالمين، ولدت ربيعا فكنت النسيم للبشرية والعالمين، ولدت يتيما فكنت رحيم وأنت الصادق وأنت الأمين. في الأربعين وحدك في الغار والوحي كان في الانتظار، جبريل جبريل قرأ عليك السلام، فأنت السلام ومنك السلام، جهاد وهجرة وتعب مرير، لقيت عانيت منهم كثير، أيا رسولنا يا حبيبنا يا شفيعنا، فداك كلنا فداك روحنا وأكثر كثير، يا محمد يا خير الأنام، عليك الصلاة وعليك السلام. عليه السلام عليه السلام عليه السلام. دو سي لا سول فا ré do si la sol fa sol la si ré ré fa mi ré do. Alors, quel que soit mon nom, quel que soit ton clan, quel que soit nos peurs, ouvrons toujours nos peurs. Salam un salam fannasna is salam. Donc ça fait أهداف كورال المستقبل أهداف مختلفة أو متنوعة. هناك أهداف أولا بيداغوجية، أهداف تربوية، أهداف تعليمية، وأهداف خاصة ما يسبو إليه كل أب وأم، بالإضافة إلى تعليم اللغة العربية. هناك تلقين أصول التربية الإسلامية، وفي هذا الصدد يعني كورال المستقبل حاولنا عن طريق الموسيقى إيصال وتلقين الأطفال بعد أصول الثقافة العربية عن طريق الموسيقى، عن طريق الأناشيد، وعن طريق الأصوات والألحان.
لا يخفى عليكم أننا في بلد يعني غربي تتواجد فيه اختلافات في الديانات في الألوان وفي كثير المجالات واللغة، فكوران المستقبل يعني هي رسالتها أن تنشر السلام وأن تدعو إلى التسامح وتقبل الآخر باختلافه والتعايش يعني بسلم وبتقدير بعضنا مع بعض. Aider le monde t'aimera, au paradis tu seras et Dieu t'aidera. Aider les proches et les siens avec tous les moyens, sinon on n'est rien. Aider ce geste si beau t'élèvera si haut, te rendra si beau. Aider ce geste si beau t'élèvera si haut, te rendra si beau. Donner le meilleur de nous et être si doux dans un monde si fou. Donner عوضا أن نعتمد دائما دائما مثلا الترجمة ومع صعوبة تعليم اللغة العربية، فنحن نعلم عديد المعاني وتركيب الجمل العربية والقيم اللغوية نفسها والمعاني اللغوية نفسها نعلمها عن طريق الأنشودة نفسها. وكذلك هناك بعد آخر هو تعليم الثقافة الإسلامية خاصة والجانب العقائدي والإيماني، خاصة بما فيها من احترام الوالدين والإيمان بالله واحترام الوطن وهذه المعاني كلها. هذه الأغاني يعني التي أنشأتها وألفتها، وأعتقد أنك أنت الآن تلحنينها وتنشدينها وننشدها نعم، موجهة لجميع الفئات؟ لا، موجهة تقريبا لسنة أولى ثانية، يعني للأطفال الصغار موجهة، لأن كلمتها بسيطة تحفظ يعني بسهولة. تحفظ بسهولة. هي موجهة للأطفال من السنة من الروضة، مستوى الروضة أي سنة 3-4 سنوات إلى 7-10 سنوات. الحقيقة يعني إذا استوعبها الطفل وحفظها صحيح. يعني سوف يستثمرها على يعني على مدى الحياة. مدى الحياة. لا تنسى أبدا. Voilà la France, je t'annonce. Tu annonces quelque chose. Tu annonces. Tu dis mais très. C'est timide. Non, j'ai pas demandé de crier. Tu cries pas. Juste tu mets le poids sur je t'annonce. D'accord. 1 2 3 4. C'est bon, t'as du mal là. Si t'as du mal, on peut enregistrer deux fois. On va refaire. La première, elle est bien, la première. Tu vois ? Écoute. انطلاقا من النصوص التي تختارها المعلمات نحاول كيف عقلنة يعني عقلنة الموسيقى ليست فقط للرقص أو للحفلات، وخاصة لا ننسى بأن الموسيقى التي نستعملها هي كأداة لتعليم اللغة العربية. إذن لا يجب أن تطغى الموسيقى والإيقاعات الصاخبة والإيقاعات على النص الذي يحمل معاني ويحمل أهداف للأطفال. طبعاً إحنا حرصنا على أن تكون الألحان هادئة، طبعاً هذا مقصود لأننا نريد من خلال ذلك غرس الروح، يعني تهذيب النفس، غرس الأخلاق يعني، وهذا يعني مقصود من خلال الألحان الذي وضعناه يعني. اختيار لأنه الهدف منه هو ليس تعليم الرقص وتعليم الحركات، وإنما هو تبليغ رسالة، رسالة يعني للمستمع يجب أن يسمع الموسيقى وأن يتمعن في مع أيضا في الأغنية في الكلمات. الألحان تقول على مبادئ بسيطة سهلة الاستيعاب وسهلة الحفظ وتوافق الميول الأطفال، لأن الأطفال يشتاقون ويتوقون دائما إلى ما كله خفيف ولطيف وجميل
وسريع الحفظ. هنالك يعني أغاني فيها بعض الحركية وبعض الريتميك، لكن يكون في نطاق المعقول، ولكن في نفس الوقت بالطبع عندما نريد أن نحيي الجو ونرفه عن النفس، وربما تصبح أغانينا تغنى في مناسبات مثلا الأعراس لملا، في مناسبات أعياد الميلاد، في مناسبات الاحتفالات بآخر السنة الدراسية، فنحن نرحب بذلك. Écoute la musique, écoute la note. La la la, Watani. Reprends. Watani. Non, un peu plus haut. Watani. Encore un peu plus. Non. Wat la 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 la. Watani. Do. Watani. Non, non. Ah. Watani. Baisse ta voix un peu plus bas. Watani, watani. Watani, watani. Fika sakani. Fika sakani. D'accord, tu gardes cette hauteur, d'accord? الموسيقى في نفس الوقت قصدنا فيها أن يتمتع الفريق الكورال نفسه ويتمتع الأبناء والشباب، إما أن تكون بطريقة حيوية وموسيقى ولحن حيوي ممتع عندما نغنيه ونتحرك به وننشده ونحفظه بسهولة بالطبع، لأن من وراء ذلك الكلمة والقيمة التي تحملها الموسيقى، أو أن كذلك عندما تكون هناك، وستلاحظون أن هناك أغاني هادئة حقيقة ولطيفة، الهدوء كذلك الموسيقي والفني له علاقة معناها أوضح وأوضح بخياراتنا الموسيقية أكثر منها بخياراتنا التربوية فقط. التعامل مع الأطفال شيء جميل، لأن الأطفال دائما شغوفون بالمعرفة وبالتعلم، فهذه مسألة تسهل علينا التلقين. ما يعجبني في الأطفال أنهم لهم ذاكرة طرية. نرى أن فكرة الكورال معهد المستقبل ليست فقط هي فكرة للنهوض بالجانب الترفيهي للطفل، فهذا هدف ولا شك مطلوب، ولكن الهدف نحن أيضا الذي نراهن عليه في تأسيس مثل هذه المشاريع الثقافية داخل الوسط المدرسي هو كما قلنا تيسير عملية الإيصال لهذه اللغة وما يتبعها من روافد ثقافية وإسلامية وروحية وأخلاقية. Maman, je peux te chanter la chanson de Dakar Jarasu. T'as appris déjà? Oui, je l'ai appris à l'école, mais pas par cœur. Comment t'as appris? Dakar Jarasu, haya harisu, waqifu saffan, yatlu saffan, waqifu saffan, yatlu saffan. حي العلماء قلبا وفما حي العلماء قلبا وفما بدأ الدرس بطل الهمز بدأ الهمز الأغاني الهادفة دي بدأت تسيب أثر في نفسه، يعني مثلا لو هم بيغنوا كلمات مش تقيلة عليهم سواء بالعربي أو بالفرنسا، وخلينا نقول في العربي مثلا الكلمات بيسألوا عن معانيها، طب هدفها إيه؟ طب الكلمة دي تكون تقول كذا، طب إحنا بنتكلم في حياتنا العادية مش بالكلمة دي، فبدأوا يكونوا أولا معلومات لغوية، معلومات مضمون الكلمة. أنا في الكورال أغلب الأناشيد يعني ببقى عارفة معناها كويس، وحتى معلمة سوسن بتفهمها لنا هناك، تفهمها لنا عشان بس أنا ببقى عارفاها أحيانا، فلما أحيانا بتنسى مثلا تفهمها لنا الوقت وكده، عاوز أغني له عشان بكرة عندنا حفلة، فباجي وبسأل بابا أو ماما وبقول لهم معنى الكلمة دي إيه، وأقول لهم معنى الأغنية دي كلها إيه عشان أعرف يعني حتى أنا فاهمة كل الكلام ولا لا. Étant adolescent, on n'a pas forcément toujours conscience de l'opportunité, de l'avenir de la langue arabe. C'est vrai que de temps en temps, quand on rentre de l'école après toutes les révisions et les contrôles de la langue de l'école française, de l'école au quotidien, et que le week-end, au lieu de s'amuser, eh bien, il faut repartir à l'école arabe pour apprendre et tout ça, c'est vrai que l'adolescent, il le vit de cette façon-là. Et je l'ai vécu moi-même.
Mais en même temps, toutes ces activités, à l'époque, il n'y avait pas la chorale, il y avait d'autres activités. Toutes ces activités ont réellement construit ma personnalité, ont réellement abouti à une fierté de mes origines. لاحظت ان لوجين بعد انخراطها للكورال احبت اللغه العربيه اكثر واصبحت تعبر بسهوله باللغه العربيه الفصحى اكثر من قبل. فانا دايما منى بخصوص اللغه العربيه بالذات انا او باباها يعني هي واخواتها لو في اي حاجه مجرد كلمه مكتوبه باللغه العربيه حاولي تقري يا منى. لو مثلا جت تقول لي في حفله عندنا يا ماما في المدرسه الفرنساوي مثلا وده النشيد او دي الاغنيه اللي انا هقولها اقول لها حاولي تقولي لي معناها باللغه العربيه ترجميها لي اللغه العربيه. لما تقولها لي مثلا اقول لها طيب شوفي انت مثلا نشيد في الكوره قلتيه شوفي معنى الكلام ده وشوفي معنى الكلام ده انت لما تقولي ده وتقولي ده ايه استفادت الناس من ده ومن ده. والله انا بساعدهم ان انا دايما اسالهم لو في مثلا نشيد انتم مش فاهمين معناه ككل المعنى الشامل للنشيد لو في كلمه معينه لان الكلمه بتفرق ممكن كلمه يكون لها كذا معنى لو المؤدي فهم كل الكلمات والمعاني هيقول باحساس اكبر فده دوري معاهم لو مش فاهمين حاجه اساله يعني نشيد للام لازم اعرفهم ان ده بيكون له تاثير عندي كبير او على اي ام تانية للوطن يحسسهم يعني ايه انتماء يعني ايه حب الوطن للاب قد ايه الاب بيشيل مسؤوليه كبيره ولازم يلاقي تقدير حتى لو بكلمه من ولاده فبتبقى لها حاجات كتيره يعني مش حاجه واحده. اعانني الله والحمد لله اني اتي بلينا اسبوعيا حتى تحضر حصه التدريب للكورال في البيت احاول الترديد معها الاناشيد يكون خوها حاضر حتى نتحمس جميعا وهي وتاخذ هي ثقه بنفسها اكثر فتحسن الإنشاد مع الحركات ومع حسن الإلقاء. عيدك أمي أحلى عيد فيه أغاني وزغاريد الكل يردد ويعيد. عيدك أمي أحلى عيد فيه أغاني وزغاريد عيدك أمي أحلى عيد فيه أغاني وزغاريد الكل يردد ويعيد. عيدك أمي أحلى عيد الكل يردد بيعاونوني في الكورال هما اللي يعني بابا وماما يعني كمان بابا بيشتغل وماما لا فماما يعني تقعد معانا وتخلينا نتدرب اكتر عشان لما يعني لما الحفله تيجي نكون عارفين ولما بابا يجي من الشغل هو بيتعب وكده بس برضه يجي وياخد كتاب الكورال ويذاكر معانا ويقعد يقرا معانا والقران وكل حاجه عشان ايه لو عاوزوا مننا اي حاجه نكون هنا يعني. Tu m'as acheté un nouvel ordinateur. Merci maman, je l'avais pas remarqué. كنت احرص قبل يوم الثلاثاء خاصه مساء رغم انها تاتي من رياضه منهكه فهي تقول لي لم احفظ الانشوده لانها تلاحظ انها احيانا لا تحفظ الكلمات فاقوم بتفسير كلمات الانشوده قبل ان تحفظها وهي تحاول قراءتها قبل ان تحفظها وفيما بعد نمر الحفظ مع نضع القرص وتحفظ رغم انها تبدا حالتها الجسديه مرهقه لكن تحاول أحاول أن أساعدها حتى تنهي بسرعة وتنام. يا أبي أنت حبيبي أنت أهل المكرمة أنت تسعى لسروري أنت تشقى لنجاحي ولأمي كل فضلي فيا خير الأمهات ولأمي كل فضل فيا خير الأمهات لكما ما عشت حبي ودعائي في الصلاة لكما ما عشت حبي.
والله elle est un peu elle est un peu stressée donc elle essaye de réviser c'est elle veut toujours être être à la hauteur et donc essaye de faire le maximum. Naouna, je répète, j'essaye de la faire réciter, de mettre les CD, elle répète. C'est ce que j'essaye de faire avec elle. بالقبل بقول لماما عندنا حفلة عشان لو في حاجة ما تقدرش تعملها قبلها بيومين أو بيوم بقول لها بدي شوي فإيه هي بتعملها لي فإيه في يوم يعني كانت مشغولة في اليوم ده وما قلت لهاش فأجيه آخر يوم وقلت لها فيه كانت طالعة ملحومة فيها فكانت يعني كانت صعبة عشان تعمل فإيه كانت عملتها لي بس يعني بعدين شوي أردنا أن نربي أبناءنا عن طريق الأنشودة والأغنية أن يحترموا آبائهم أن يحترموا عائلاتهم أن يحترموا إخوانهم جيرانهم أنفسهم بالطبع ومن وراء ذلك أخلاقهم وثقافتهم غنينا لهم أن يكون سلوكي حضاري وهذا شعاري أحب كثيرا صديقي وجاري وبالطبع بالفرنسية وبالإنجليزية غنينا أغاني رائعة كذلك عبرت بهذا المعنى يعني أنا لما كنت باجي نحفظ مثلا عن الأم عن الأب كنت أجي أغنيها البابا وأحس يعني أو الماما عشان إيه يعني عشانهم هم يعني. هو فعلا الكورال أثر فيهم كتير لأن أنا أفتكر موقف كان باباهم راجع من الشغل ومنى بسرعة بسرعة جريت جابت سيدي عندها فيه نشيد للأب وهو فعلا نفس النشيد وهو الأب راجع من شغله يعني لفت نظر ان هي كانت الاول عادي بابا بيجي ممكن مجرد انها بتستنى بابا او كده لكن ان هي تفكر انها تشغل السي دي في اللحظه دي بالذات عشان بابا يسمع السي دي ان احنا فاكرينه ومستنينه جاي من الشغل وتبوس ايد باباها وتاخد عنه الحاجات اللي هو جايبها وكده فالكلمات حركت حاجات جواها مشاعر كتيره هي واخواتها يعني يمكن بقول منى اكتر لان منى اكبر عاد ابي لي داري من عمل النهار عاد ابي لي داري من عمل النهار قبلته من خده مسكته من يده قبلته من خده مسكته من يده وقلت اباتاه اعانك الاله وقلت اباتاه اعانك الاله بدأوا يعني يترجموا مشاعرهم بذلك ازاي؟ يعني مثلا نقول مثلا ما بغنوا أغنية على الأم البنت تغني الأغنية وتتفاعل معاها وتيجي مثلا هنا البيت تسمعها لأمها هي جاية من المدرسة أو جاية من أي مكان تلاقي جايبة خاتم جايبة هدية ظريفة لوالدتها امتنانا لها بأنها فهمت وعرفت وده بيسيب أثر طيب على السلوك بيتعاملوا مع الناس يتعاملوا مع أبوهم وأمهم يتعاملوا مع المجتمع مع الجيران ولله الحمد هم يبقى أصبحوا متميزين حماك الله يا أمي من الأحزان والكرب فأنت مبعث الأمل وأنت النور في دربي حماك الله حماك الله حماك الله يا أمي منذ سنتين كنت أستمع لأغنية لفيروز فأنا من عشاق فيروز فبكيت فسألني زوجي لماذا قلت له لا أعتقد أن لوجين مهما تعلمت عربية من سنوات لن تفهم لن تشعر بالكلمات كما نشعر بها نحن هذا منذ سنتين لكن الآن الحمد لله لوجين تفهم لماذا فلهذه الحادثة بقية حرصت أن كلما ساعدت لوجين في حفظ أنشودة أو سورة قرآن أن أفهمها كل كلمة ماذا تعني بالفرنسية حتى تشعر بالكلمة يا لوجين الناس الذين لا يعرفون ما معنى لوجين يمكن تقولين لهم ما معنى لوجين؟ نعم cela veut dire l'eau argentée l'eau argentée ما شاء الله لوجين يعني هذا من أجمل الأسماء العربية لوجين لوجين ما أنا كنت ببص ورا الستارة فلما لقي الناس قاعدة البدل والفستان بتاع سواغي كنت بحمر قوي يعني بكون خايف بس بعدين لما لقي يعني خلاص اندمجنا وغنينا أغنيتين ثلاثة خلاص بتعود يعني
وبعدين شفتوه في الاول حفله مش بتبقى زي الثانيه او الثالثه، فاول حفله بتبقى اكتر خوف شويه، يعني الصوت بيبقى اصغر شويه. لما كان المدرسه سوسن تقول لنا مين عاوز يغني الاغنيه دي، كنت ما احبش انا اللي اغني، اكون في الميكروفون، ابقى ورا ماشي يعني اقول لل يعني ابقى ورا احسن ما ابقى قدام في الميكروفون اول مره. حضرت حفله لمنى، كانت اول حفله تقول فيها شعر، لقيت الناس مبهوره فعلا بصراحه من غير مجامله، يعني مش عشان بنتي، لكن هي قالته بثقه عاليه وباحساس لانها بتحب الشعر ده جدا، فلقيت كله واقف بيسقف، واحسنت يا منى برافو عليكي، كل اللي ماشي شافوني واقفه جنبها، بنتك ربنا يبارك لك فيها، فكنت عايزه الناس كلها تعرف انها بنتي. وانا نفسي يعني كنت يعني عايزه اقول لها اللي بيتعب بيلاقي، يعني لازم هي تحس ان هي، كنا دايما احفظي يا منى، دايما وهي قاعده معانا قولي يا منى، طب قولي حركي ايديكي كذا، يعني دايما في متابعه. كان يحصل اعجاب شديد من الجمهور ويصفقون ويهتفون باسمها لجين لجين، فكل مره افاجئ باعجاب اكبر الجمهور. كنت ككل ام سعيده وسعيده جدا، واحيانا ابكي من السعاده ومن التاثر، طبعا صغر سنها والوقت القياسي، لانها انتظمت منذ سنتين تقريبا في الكورال، لم تنتظم لم تحق بالكورال من بداياتها. Quand les gens applaudissent, je suis fière de moi dans mes sentiments, je me sens fière, je sens que mes parents ont bien fait de m'apprendre les choses, je suis fière d'eux aussi. طبعا بعد ما تلقي لجين الكورال او تقرا معناها افتتاحيه ختمت السنه الدراسيه، تعمل افتتاحيه بالقران ولا كذا، وثم اعجاب الناس معناها التصفيق الحار نتاع الحضور معناها البنتي، انا نشعر بنخوه بنصر باعتزاز بفرحه كبيره، انه معناها ربيت طفلة يعجب بها الناس وتكون هي قدوة ومثال. نحن كذلك ندعو كثيرا إلى قيم ما نسميها بالفرنسية الإكسيلانس سكولار، أي التميز والامتياز المدرسي والتعليمي والعلمي، فندعو إلى أن يكون كل ابن وكل بنت خاصة من بنات الكورال كما نقول متميزة من في مدرستها، بانها تكون من اوائل التلاميذ ومن احسنهم ومن احسنهم سلوكا، خاصه ليس فقط دراسه وانما كذلك سلوكا، حتى تكون نموذجا. Alors ça fait si do ré 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 fa fa do 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 si do ré 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 fa fa do 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 ré do ré 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 ré. Ouais, ça va être ré. الموسيقى لغة عالمية. الموسيقى وسيلة للتعبير. الموسيقى أداة للتواصل، أداة للتحاول وأداة للتلاقي. إذن فمن هذا المنطلق نحن نريد للأطفال العرب أن ينفتحوا على العالم وأن يندمجوا في المجتمع الفرنسي عن طريق الموسيقى، بالدليل أننا حتى في النصوص التي نعرضها على الأطفال هناك نصوص بالعربية، هناك نصوص بالفرنسية، هناك نصوص بالإنجليزية، بالإسبانية، وحتى باللغات البربرية، اللغة القبائلية. لتقريب وتيسير وتسهيل حفظ الأطفال
لهذه النصوص وتقبلها أيضا. ارتئينا أن تكون مزدوجة اللغة، منها نصوص فرنسية ومنها نصوص عربية ومنها نصوص تراوح بين العربية والفرنسية. وطبعا وجود بعض الكلمات باللهجات العامية نحن لا نرغب فيه كثيرا، ولكن يجب أن نتعامل مع الواقع بتأودة ونتعامل مع الواقع بحكمة، حتى كما قلنا لا نظل نسلط لغة غير مفهومة من طرف هؤلاء التلاميذ على أذهانهم وعلى وجدانهم ولا ننفرهم. صح، نعمل دايرة عليها ونحاول نوصلها بالجنسية بتاعتك. انت جنسيتك ايه؟ مصرية. نوصلها بيها. نو دي مش الجنسية، انت غيرت دي الديانة. اسمي إيمان، عمري 8 سنوات، ديني الإسلام، جنسيتي مصرية. سليم. أنا طرحت سؤال الهوية على التلاميذ فأجابوني بأننا فرنسيين ويفتخرون بذلك من أصل مثلا جزائري أو مغربي أو مصري وهكذا، فيعتزون، جعلناهم يعتزون بهذه التعددية، بهذا، ويعتبرونها ويفتخرون بها دون عقدة، بدل من أن تكون لديهم عقدة نقص. هذا التوازن وحده الكفيل ب تحقيق فعلا هذه الثنائية بين اعتزازه بانتمائه لمجتمعه الأوروبي وفي نفس الوقت عدم التنكر لوصوله وثقافته والاستفادة خاصة من المرجعيات الروحية والثقافية التي تسخرها له هذه الثقافة، ثقافة الأصل. مسألة الهوية مطروحة من حين لآخر على بنات الكورال كذلك كما على أبناء الجيل الثاني من المسلمين الفرنسيين، فعندما نتطرق إلى هذا الموضوع أنا أوجههم سواء عن طريق الأغاني أو مباشرة أنهم بالأساس مسلمين قبل كل شيء، ثم أوروبيين، ثم فرنسيين ومن أصول عربية أو غير عربية كذلك، لأنهم ليس كلهم بالأساس عرب. Je suis européenne en premier. C'est mon préféré des continents. Mon deuxième, la France. C'est mon préféré des pays. En troisième, je suis musulmane. Pour préciser, de Tunisie. C'est mes deux pays les plus préférés au monde. أنا مصرية عايشة في فرنسا وعربية. أنا مصرية وعايشة في فرنسا وعربية. والله أنا يعني شايفاهم الحمد لله يعني عرب متمسكين بدينهم وبلغتهم، وفي نفس الوقت قادرين يعيشوا ويكيفوا نفسهم في فرنسا الحمد لله، يعني زي ما بنقول عندنا في مصر ماسكين العصاية من النص. نشاهد أنهم إلى حد رغم أنهم موجودين هنا ما يعني وترعرعوا في هذا البلد الذي يحترمون ويقدرون يعني القيم تاعو، لأن هناك شيء يشده إلى الوطن. شو رأيك لو نرجع ناخذ اللقطة ونحطهم على بيسات ونحط وراهم الشاشة الخضراء، نحطهم على بيسات وهم يطيروا مثلا فوق المغرب العربي، ناخذ الاثار تبع تونس والمغرب والجزائر ونخليهم يطيروا فوق بالبساط الطائر، وكل عالم بفوقه بيعدوا مثلا من فوق شيء معين، مثلا شيء معروف موسكي او. حسيت انا بالشغل مع الاطفال بالنسبه لي فيه متعه، كونك انت تخلي الطفل يشتغل على راحته، تخليه يعرف كيف هو ينتج من ذاته او يعطي افكار جديده. بنحب دائما انه ناخذ افكار الطفل، حب يشارك مع الافكار، تعطيه الفكره انت وبعدين تخلي الطفل يعيش عالم اللي هو عالم الطفوله، وعالم الطفل عنده كثير من الافكار فيك يشاركك فيه، عنده خيال كبير واسع بعالم الطفوله. وبنفس الوقت هي نحن نين عم وصل رساله للاطفال، لذلك حبينا اني ندخل الاطفال بهالامور.
dans la chorale, et ben je suis monteur. J'ai fait du montage pour quelques clips. Et aussi j'ai beaucoup aidé ma mère qui fait le montage elle aussi, mais elle, à chaque fois je viens lui aider comme pour faire le bouquet final quoi. Donc et aussi je fais aussi quelques fois je peux faire des musiques de la chorale, mais j'en ai pas encore fait puisque peut-être la prochaine musique je la ferai. أنجزنا والحمد لله 5 أشرطة صوتية. الآن المشروع المستقبلي هو مشروع الكليب، ثم فيما يخص الألحان سنحاول تنويع وأقلامة بعض الألحان المغاربية والجزائرية والتونسية، وأخذ مجموعة من المقاطع الشهيرة التي تعرف في العالم المغاربي لتلقينها إلى الأطفال الذين يجهلون ماذا كان يسمع إليه آباؤهم وأجدادهم. الهدف من الكليبات هو أني نودي رسالة للأطفال، وبنفس الوقت هي رسالة موجودة كمان للعائلات بطريقة إخراج الكليب، بطريقة إخراج المونتاج وكل شيء. وبنفس الوقت بنحاول نوصل فكرة، نخلي الأطفال ينوصلوا بين الوطن اللي هم مغتربين عنه واللي عايشين بثقافة مثلا غربية، حاول نذكرهم شوي بوطنهم بلغتهم العربية اللي هي عم لاقوا صعوبات كتير بتعلمها. Justement, à notre surprise, on a remarqué justement que le public français, en fait, il écoute les chansons, même en arabe, et il l'apprécie énormément. Le public français, عندما يسمع إلى النص، عندما يسمع إلى الأغاني، يعجب كثير لأنها تحمل معاني تنطبق مع ما يميل إليه المجتمع الفرنسي. نلقى نجد حظ كبير مع الفرنسي، خاصة رؤساء البلديات. عندما يحضرون في هذه اللقاءات أو الاحتفالات يشجعون هذه الأغاني وهذا الإنتاج الذي يقدمه الأطفال. Que ce soit on chante en français, en anglais, en français ou en arabe, et ben l'impression vraiment elle est bonne et vraiment, même si peut-être ils ne comprennent pas forcément les paroles, mais le message, il passe très très clair. كنت عاوز اقول لاصحاب الاولاد نيجي نروح الكورال زي ما عملوا البنات، بس كنت مكسوف عشان كانوا ممكن يقولوا لا، فكنت مكسوف عشان كده ما قلت لهمش. On a pris des élèves de notre école, on les a formés d'abord, on a donné la chance à tout le monde, aux filles et aux garçons, voilà, c'est très important, et on a encouragé aussi bien les filles que les garçons à participer, et il y a eu une sélection naturelle. Normalement, la chorale, c'est que pour les filles, parce que les garçons, ils sont souvent agités, et les filles sont gentilles, c'est pour ça qu'ils acceptent. Que les filles, c'est ça, dépend de son comportement. S'il chante bien comme moi, il est sage comme moi, on va l'accepter. C'est ça, dépend des comportements des gens. Mohamed, عشان هو ولد ما
بحبش ان هو يشارك في الكوره، مع ان انا قلت له ادخل يا محمد، لكن هو قال لي لا، قال لي هي انا سيبها لاخواتي وانا نفسي العب كوره. مش عاوزه مش كوره، لانه كله هناك بنات، ومش عاوزه ابقى لوحدي ولد لوحدي. فقعدت ودخلت لعبت الرياضة، لعبت كرة قدم. الكرة يعني نلاحظ أن يعني مجموعة بنات، ولكن للأسف هو ليس باختيار، وإنما يعني الدعوة هي منشورة إلى الجميع. نحن نحبذ يعني وجود أولاد مع البنات، خاصة بالنسبة للمقدمات المسرحية أو لكل هذه التعبيرات، نستحق يعني وجود الولد بجانب وجود البنت. أنا في مرة كنت رحت الكورال وكان في حفلة، فروحت دورت على فستان ما لقيتوش، لقيت بعدين روحت في الحوش لقيت لوجين حطاه نفسي، فقيت قعدت أدور لغاية ما لقيت واحد بس كان كبير شوية. J'ai parlé de la chorale à une copine parce que toutes les autres je les parle pas, ils sont mes ennemis parce que eux plus ils sont jaloux plus je suis contente parce que mes parents m'ont expliqué quand quelqu'un est jaloux de moi ça veut dire que je suis mieux que lui et mes ennemis me trouvent bizarre parce que plus eux ils sont jaloux plus moi je suis contente. كان في حفلة في المدرسة من جبرة الحمد لله، يعني ما كانش عندي مقاسي، فكنت لبست جزمة كبيرة وأنا بطلع اتقلعت مني وحصل يعني حصل حاجات كبيرة قوي، بس المهم يعني فلتنا وغنيتها وخلاص.